بابا انا عايز اروح قطر. ايه قطر؟ مش معايا فلوس. ازاي؟ زي الناس، انا لو كنت معايا فلوس كنت رحت قبلك يا بابا. هم 100,000 جنيه تمن الدسكار. وهتروح هناك بقى تاكل منين يا عم؟ هاشحت بس اروح. وبعدين ايه 100,000 جنيه ده؟ هو انا معايا 100,000 جنيه؟ بيع حتة الارض اللي عندك. طب بص، النهارده مين اللي هيلعب؟ السعودية والارجنتين. يا عم السعودية لو كسبت الارجنتين هديك كاس العالم. يا عم خلصان. وبعد الماتش شيشي مرحبا، السعودية كسبت الارجنتين. والله السيب معرفش. يلا بقى تديني قطر. بقولك هتديني قطر. لا لا مش دلوقتي. امال النهارده مين اللي هيلعب؟ تونس والدنمارك. يا عم لو تونس اتعادلت او كسبت هسفرك قطر. يا عم خلصان. وبعد الماتش شيشي العب تونس اتعادلت مع الدنمارك. ازاي؟ زي ما بقولك كده. هو في ايه السنه دي؟ هتديني قطر؟ مين اللي هيلعب النهارده؟ محدش هيلعب النهارده كده، الماتشات بتاعت النهارده خلص. خلاص استنى بكره. لا بقى لازم اروح قطر النهارده. ليه يا اخويا؟ شايفني وزير ولا سفير ولا امير؟ انا مش شايفك اصلا. طب ما انتش رايح كاس العالم. انا كنت عارف انك بتكذب عليا. انا كذاب؟ انا ما قلتش كده. كده؟ طب تعال.